معانا على زوم دلوقتي بمناسبه ما اتكلمنا عن تجديد موسيماني للنادي الاهلي اللي خلاص خلال ساعات هيحسم تقريبا. معانا عبر زوم واحد من الاسماء المحترمه اللي اشتغلت مع موسيماني في النادي الاهلي، المدرب كيفن جونسون، المدرب العام السابق للنادي الاهلي في جهاز بيتسو موسيماني. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. مساء الخير. مساء الخير محمد، وأشكرك على استضافتي في هذا العرض، وبلغ تحياتي لكابتن كريم، ومساء الخير لكل السادة المستمعين. أهلا بيك، أنا سامعك كويس وبنتشرف جدا بتواجدك. أنت سبت شعبية خلال تواجدك في مصر ومع النادي الأهلي، الناس كانت بتحبك، الناس كانت تقدر شغلك بشكل كويس جدا، عشان كده الناس تحب تطمن عليك دلوقتي وتعرف أخبارك. أشكرك جزيلا، يسعدني أن أعمل مع النادي الأهلي. دائما أعرف أن هناك 70 مليون مشجع خلف هذا الفريق، وهم يدفعون الفريق دائما للأمام، وكنت سعيد لأن أعمل مع هذا النادي. شجعت الأهلي في كأس العالم للأندية، شجعت الأهلي بالمستوى اللي قدمه في كأس العالم للأندية، رأيك في المستوى اللي الأهلي قدمه في هذه البطولة العالمية وحصوله على الميدالية البرونزية في النهاية؟ أعتقد أن الأهلي قام بعمل جيد، وكان مقارب أن يصل، كان يستحق أن يصل للنهائي، كان لديها الفرصة، ولكن لم أعتقد أن أداء الأهلي جيد هذا العام، وكان هذا يبدو قبل بداية كأس العالم للأندية. وكان هناك حوالي 6 أو 7 لاعبين غائبون عن النادي الأهلي، وكان هناك، علمت أن هؤلاء اللاعبين سيؤثرون على أداء النادي الأهلي أثناء لعب كأس العالم للأندية، وكانت هذه مشكلة الفيفا أن يكون كأس العالم للأندية في هذا الوقت. طيب أنا عارف إن السؤال ده أنت اتسألته كتير، اتسألته أكتر من مرة، بس أنا بتعامل إن السادة المشاهدين دلوقتي ربما يكونوا بيشوفوك هنا لأول مرة بعد الرحيل من النادي الأهلي، فلازم أسألك ليه رحلت عن النادي الأهلي؟ وزي ما قلت لك أنت من المدربين المساعدين اللي اكتسبوا شعبية خلال فترة قليلة جدا في النادي الأهلي. كما قلت قبل ذلك، كان الأمر مجرد طلاق، وحين تتزوج ويحدث طلاق لا يمكن أن تسأل لماذا حدث الطلاق، لا، أنه غدا ستتزوج مرة أخرى، إذن هذا هو السبب. أتمنى أن تكون قد فهمتني. يعني تقريبا فهمتك، بس هحاول أخذ توضيح أكتر شوية. اتقال هنا في الصحافة المصرية إن كان عندك أزمة أو مشكلة مع وكيلة أعمال بيتسو موسيماني، هل الكلام ده هو السبب فعلا ولا مش هو السبب؟ لا 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 لا، كما قلت وكما قلت للآخرين، الأمر كما قلت لك تماما، كان هو اتفاق على طلاق متبادل بين أصحاب العمل الذين كنت أعمل معهم، وقد هذا يستمر لأسابيع أو عامين أو 10 سنوات، ولا يمكن أن تحدد هذا السبب.